Стюардесса, прошу пересадить меня на другое место. К сожалению, эконом-класс заполнен. Мне же оно, я не стану лететь вместе с негром. Придумайте что-нибудь. Я поговорю с капитаном. Капитан сказал, что нашел место в первом классе. Также он приносит извинения. Нормальный пассажир не должен сидеть рядом с такой жалкой личностью. Прошу вас, пройдемте со мной, сэр. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه ستل سيف الهم تراه ستل جف الأصحاب يقتلني تقتلني تراه سهل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه ستل سيف الهم تراه ستل يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمؤمنين الله الله في ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن Thank you.
كالضحى مشرقا أو كالسنا ألقا فالبرق قبل نزول الغيث محمود الطير غنى ومال الغصن منتشيا والنهر صفق والوادي زغارد فودع الهم ما فالدنيا مولية وبشر النفس فالبشرى مواعيد عيد على خير حال عدت يا قال يا محمد إن الله يقول وهو أعلم ما الذي يبكيك فأخبره أنه يبكي على أمته الذين يدخلون النار فرجع جبريل إلى الله وقال يا رب إن محمد يبكي على أمته الذين يدخلون النار قال يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن الله لن يسوءك في أمتك إن الله لن يسوءك في أمتك أبشر يا محمد أبشر يا محمد قال فأسجد فيقول الله جل وعلا قم يا محمد ويحد لي حدا قال فاذهب وأخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله من كمثل محمد يختار في